تيك تيك عليكم تيك تيك وفانتاستيك، ما بقى والو. تعدل المغرب عندنا حنا في كازابلانكا، بقى حتى 5 مينيت ولا. كنحييكم ونتمنى تكونوا بخير على خير، وتكونوا كاين اللي يفطر كاين اللي مازال، اللي ما فطرش بصحة فطورو، واللي مازال غادي يفطر بصحة فطورو كذلك. لا غير واحد المعلومات بغيت كنشكر الاخت اللي عطاتني المعلومه، الجاره ديال شوميشه اللي اتصلت بها، اختها جارتها اتصلت بها قالت لها سمعت بيك تزوجتي من هوك، قلت لها لا راه غنشلوه بالزربه في الصحافه ديالهم. اذا المعلومات ديال المراه الاخرى انصحوها باش مابقاو شادينها، راه الزوج ديالها عراقي وقال لك ماشي من هوك، فهمتي. لي زابي ne perdent pas le temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. المهم هنا نمشيو لقضيه مهمه هنايا، هادو اخبار تنويه. قالك تستعيد بعثه الوداد البيضاوي للسفر الى دوله منهك لمواجهه شباب بالوزداد في اطار دور ربع نهائي ابطال افريقيا. الوداد بدا الرحله مباشره من الدار البيضاء الى الدوله منهك، ستضطر للمرور الى تونس عبر الاجواء الدوليه من اوروبا. من مباشرة إلى هاد المؤبط جاتني الضحكة والله. دونك ودوز إلى تونس وتستقي طائرة أخرى اللي هي ما تكونش مغربية، طائرة ما تكونش مغربية للذهاب إلى هادي راهي رياضة أصحاب خاوة خاوة، إلى للسفر إلى دولة منهوك باش تلعب لك المقابلة، ولكن طائرة ما تكونش مغربية. وفي المقابل فريق الدولة ديال اللي منهوك سي ار بي القديم ديال كهلام عاشور عبروق يا بكري سيرحل يدخل المغرب عبر رحلة مباشرة تستغرق ساعة واحدة ونصف بلا فيزا بلا مرور الى الموزمبيق. تحيه لهاد النص زوين. وقال لك سيدي جاوبني يا صحاب الفتنه ورمضان ونحن صايمين وزط زط زط وبلا بلا بلا طاوا طاوا. هادو اخبار اللي كيجوني بالواتساب. تحيه الاصدقاء، تحيه اخويه صادقه. هل هذه هي اخلاق المسلم؟ هل هذه هي اخلاق المسلم والجار؟ هل هذه هي اخلاق خوا؟ تحية للفريق الوداد البيضاوي، ونتمناو ليه والجماهير الودادية، ونتمناو ليه الانتصار. وها هو الباركور كيفاش غادي يكون، شتيه دورة فوق الأجواء، بينما هذيك الصغيرة بالوزداد من دولة من هوك إلى المغرب، والأخرى الوداد مسكينة من هوك إلى هوك، عاد ما داروش قضية الروتور كيفاش داروا، غير وحدة عند تونس، ولكن يضربوا دورة عادي يهزوا طائرة، بينما الطائرة اللي تجي بالوزداد من دولة من هوك هي الطائرة تحمل الشراء ديال البلد ديال الهوك، ماشي ما فرضناش عليهم يجيبوا الطياره اجنبيه على كما فرضوهما على المغرب في الاجواء. خبر اخر، هناك واحد النوع من الكروفات كيدير 89600، هي اللي عطات 6000 درهم و400 هاد السمك هذا في الدوله اللي من هوك. كروفات مش حتى داك كروفات كروفات 6200. دونك نزيدو معلومات سي تري بيان على أندري أزولاي كتعرفوه، الرجل المتواضع، الرجل الفن اليهودي المغربي او المغربي اليهودي. قال لك حسب الاعلام ديال دونا من هوك، فالمواطن المغربي أندري أزولاي هو الذي يتحكم في الامم المتحده وفي الخارجيه الامريكيه وفي السياسه الدوليه وفي البنك الدولي وفي المنظمة الدولية للمالية الفون مونيتير انترناسيونال وفي اليونيسف واليونسكو. وقال لك هو صهر عائلة روتشايد عن غني عن التعريف. المهم ويتحكم في الخارجية الأمريكية كذلك، السياسة الدولية كاملة كيتحكم فيها. تعليقا نحن المغاربة، أندري أزولاي سياسي مغربي مستشار ملكي اختار ان يفني عمره في خدمة وطنه
لا غير. ها سيت ان سيتويان ماروكان افيك ام ماجيسكيل. فوالا البلوزه الوجديه، البلوزه الوجديه تم الاعتراف بها وتسجيلها في اليونسكو على انها وجديه مغربيه. هادي نهبلو البلوزه البلوزه يا البلوزه اللي كانت دارت بها الزهوانيه. على ذكر الزهوانيه، الزهوانيه باش ما تغلطوش راها مغربيه، والد الوالد ديالها راه من توريرت وامها ورانيه. وانا هذه مقتطفات اخباريه ديال الواتساب. هادو حجاج جزائريين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسال الله في هذا اليوم المبارك من جبل عرفه ان ينصر اخواننا في الصحراء الغربيه ان شاء الله يا رب. امين 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 امين. وصلح بلادنا ان شاء الله، صلح بلادنا ان شاء الله، الصحراء الغربيه بلاد المسلمين كاملين كاملين. النصر النصر النصر. الله اكبر، الله ينصر المظلوم. سمعتي؟ هادو حجاج، هادو حجاج من هوك، حجاج من دولة هوك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحاب خوا خوا توا توا ان شاء الله يا امين 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 امين. وتصلح بلادنا ان شاء الله، صلح بلادنا ان شاء الله، الصحراء الغربية بلاد المسلمين كاملين كاملين. النصر النصر النصر. الله ينصر المغرب. بقاو تسناو صحاب طوا طوا. فوالا مزيان. هذه واحد البلاد في رمضان، بلاد مسلمة، طاحت كاميو ديال البرة هاهم كيتجمعو فيها، بلاد اللي من هوك في رمضان، من دار بعد البرة طبيعي. بيرة ويسكي، بيرة عربية ويسكي قوري مطايفة، بيرة عربية ويسكي قوري. يا نوم يا نوم يا نوم يا نوم كيتي ما احلى ننوف، بيرة عربية ويسكي قوري. أرواح أرواح أرواح. غز البيرة مع راسك تفطر بيها. رموك ديال البيرة شوف. المهم البيرة راها دايرة في رمضان، معليش وقيلا ما فيهاش الكول، نقدروا نكونوا غالطين. دونك فوالا نشوفوا هنا شنو كاين. هنا هذا واحد التيشيرت زوين، هذا هداوه، هذا الصحراء مغربية، الصحراء مغربية، تيشيرت زوين، الصحراء مغربية وسط المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو اللي غادي نديرو به التورنوا إن شاء الله، وغاد تكون فيه التصويرة ديال ترامب لونكلو ترامب. فوالا هادو أخبار اخبار الواتساب، اخبار الواتساب من الاصدقاء. هادشي اللي جاب هاد النهار. باقي شي اخبار الى ما ادنتش عليا المغرب. الا شوفوا هنايا هذا ما نوريش تصويرتو. هذا هادو دوك الدوله اللي من هوك راه دخلوا لكازا وكيديروا داروا قنوات ديال اليوتيوب كاملين، تعطاو اليوتيوب هنا في المغرب وداخلين عندهم ديزابوني غير المغاربه. صحاب خوا خوا راه باينه. داخلين عندهم وما كان غير تعاليق ومروجين لهم في نهار واحد ان دومي جورني 156 كاد دو في 160 الف اللي شافوهم. والو هاكا يصور درب عمر كيصور. الله اكبر. اذا نمشيو نفطرو، شنو ننق. قلت لكم المغرب باقي لها 5 مينيت. تبارك الله عليكم، صيام مقبول مبارك، تبارك الله عليكم.